بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم الله معاي في فيديو جديد. اللهم صلي وسلم على حبيب الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم إن شاء الله فيديو كذا ترفيهي وإن شاء الله يارب كمان تستفيدون. قبل ما أبدأ الفيديو شكرا من كل قلبي لكل التعليقات الإيجابية الحلوة، أنا عيني عليها فقط. أما التعليقات السلبية فهذه ضريبة نجاحي، وكل ناجح محارب بلوك بلوك خلاص، أنا يكفيني الناس اللي تحبني. يلا تعالوا معي على الفيديو الجديد، خلونا نستمتع ونستفيد مع بعض. كذا حنا صحينا من النوم، كانت الساعة تقريبا 10:30. قمت أنا سويت قهوة وحطيت الحلا وحطيت التمر، تقهوينا لين جاء وقت الظهر. بعدين لبست ولبست سارونا وطلعت علشان نتغدى برا. كنت رايحة للمطعم اللي قلتوا لي عليه حصن أبها، أقول لكم يا بنات إنه تهنا. وصلنا للمكان بس ما عرفنا في عوائل ما في عوائل، ما لقينا مطعم عوائل، ما لقينا المتحف، ما لقينا شيء. فللأمانة طلعنا من عنده يعني، وحتى أنا ما سألنا يعني، بس ما تشجعنا، الممر مرة ضيق وفي مية عند الأرض، فحسيت إنه تهنا. شفونا يوم وصلنا الزبدة إنه ضعنا، وطلعنا قلنا خلاص ما نحول على مطعم ثاني، وقررنا نروح مطعم أكليل لبناني. سألتوني على الشقة اللي أنا فيها، الشقة يا بنات اسمها دار الوسن. الليلة ب350 خلاص، حجزنا عن طريق البوكينج، حجز بالبوكينج أرخص، بدون البوكينج ب450، بالبوكينج ب350. نظيفة وحلوة، غرفة وصالة ودورة مياه ومطبخ صغير ب350 زي ما قلت. مستوى النظافة فيها تقريبا 8/10، تعتبر نسبة كويسة. تعامل الريسبشن طبعا ما في لا فطور لا غدا لا عشاء، ما في حتى بار تحت، كل شيء تجيبينه معاكي أو تاكلين برا يعني. الحين وصلنا للمطعم، هنا وصلنا مطعم أكليل. طبعا مطعم أكليل لبناني، يعني مجموعة لبنانية. مستوى النظافة كويس، أعطيه تقريبا 8/10. الأكل عندهم عادي، تبغين تجربين جربي بس مرة واحدة يعني، خلاص ما تكررين التجربة مرة ثانية. لا، من المطاعم اللي لذيذة وحلوة وزينة، بس ما عندي شغف إني أروح لها مرة ثانية عشان اكتشف الاطباق الثانيه. طلبنا ششبرك، وطلبنا رز، وطلبنا دجاج، وطلبنا ايش كمان، وطلبنا مسقعه وخبز. طلع تقريبا 140 ريال تقريبا كذا. الاكل حلو ما عليه، كويس يعني، ما اقول فيه ولا حاجه، بس زي ما قلت مين من المطاعم اللي انا ابغى اكتشفها. تمام، الحين تعالوا معانا خلونا نطلع من المطعم كذا ونروح للجولة اللي كنت متحمسة أن أصورها لكم، لأن كان عندي شغف أنه أنا أشوفها صراحة. جبال السودة طالعينها الحين، طلعنا كذا من المطعم خلاص، ويلا نتوجه مع بعض للجبال تتفرجون معي. خذينا شاي بنعنع كذا، وقلنا نبغى ننطلق فوق نشوف إيش موجود ونتفرج، والجو كان فظيع. هنا أول ما طلعنا مع الجبل ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يهنيكم بالديرة، الجو مرة براد براد فوق ما تتخيلون، يعني بدون مكيف الجو ما شاء الله تبارك الرحمن براد. بس مو زي البعض ما قالي إنه برد، أبدا يا بنات ما كان في برد نهائيا، بالعكس أنا حسيت إن الجو ربيع زي ما أنا توقعت، يعني كان ربيعي. برد؟ لا ما في برد أبدا، وسارة ما لبست شتوي نهائيا، ولا حتى لبست الجاكيت اللي أنا جبتها إياه، ولا طلعتهم من الدولاب. الجو كان مرة لطيف معتدل، أحسن حظنا ولله الحمد. كذا قاعدة أصور لكم المناظر من فوق على الطريق، ما شاء الله تبارك الرحمن، جنة الله في أرضه من الخضار والطبيعة اللي فيه. شو اسمه يوسف؟ شركوت. ما شاء الله مليان ناس، أنت بالأطفال هذول تدعسهم. وحنا ماشيين كذا لقينا سوق شعبي فوق راس الجبل، يعني قلنا نبغى ندخل نتفرج عليه، عنده اشياء شعبيه يعني. خذيت من عندهم اقلام مكياج، وخذيت من عندهم اقلام مكياج تحديد للعين، صراحه حلوه عجبتني، طبيعيه لونها. وعندهم ما شاء الله كل شيء، ملابس، مباخر، ذكريات، لو حابين كذا مباني على شكل اشياء مهمه في ابها او رموز مهمه. مرة صراحة عجبني هذه الفخاريات، بس خفت انه انقلها معاي، قلت تتكسر. عندهم شنط، عندهم ملابس، عندهم العاب، مسابح، بخور، بهارات، ما شاء الله تبارك الرحمن، سوق شعبي على كيف كيفكم، كل حاجة كانت موجودة فيه. تنصحينا يا ام سارة بزيارته؟ تروحين هذه الاماكن مو شرط علشان تشترين، انا شريت لسارة بعد من هنا زي عسيري،
بلبسها ان شاء الله بس اوصل الى اهلي بتشوفونه عليها. بس مو شرط تشترين يعني، تتفرجين، مجرد انك تتفرجين بس حاجة حلوة. لفت انتباهي حبات البخور، شوف كيف كبيرة، مرة كبيرة حبات المعمول، دبل 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 اللي عندنا كذا. خلاص طلعنا ورحنا محل الفواكه. شنو سبري؟ تفضل ما هنا. كيس؟ يا عبد الله. شنو غسلين كله؟ سبري كله. اغسل وحدة عطني اياها يوسف. ما شاء الله غايبة. ما شاء الله تبارك الرحمن، ايش احكي عن المناظر هذه؟ يعني والله العظيم ما تحتاجون نهائيا، ما شاء الله تبارك الرحمن، تروحون برا ما شاء الله تبارك الرحمن، جنة الله في أرض. مجرد ما تتمشون بالمناظر هذه تحسون حتى صدركم شفا، بسم بالله العظيم. جينا نبغى نركب التلفريك بس مع الأسف لقينا الناس مكبوبين كب، يعني ممكن قدامنا ممكن ما نركب إلا نص الليل من الزحمة اللي لقيناها. فقلنا خلاص مو مشكلة، هذه المناظر اللي تفرجنا عليها تغني وتسد، ما شاء الله لا إله إلا الله، المناظر حلوة وخلابة. ما قدرنا نتمشى زيادة بأبها، احنا ما معنا الأسبوع عشان دوام زوجي يعني، فعلى قدر الإمكان حاولنا نروح كل مكان. سكتي هاتي سكرت انا وياها بالبيت صوره جماعيه، طلعت مره حلوه. كذا احنا راجعين لقينا هذه الزحليق على طرف الشارع، نزلت سارونا تلعب، وبعدين خلاص خلصنا كل شيء والحين راجعين للبيت. كنا مره ميتين تعب وكنا مره تعبانين يعني من الصبح احنا بالسودة، وبعدين جينا هنا راجعين. خلاص كنت بتحمم انا ولونا ونغير ونبدل ملابسنا ونقعد نتقهوى، بسوي قهوه بعدين نفكر وش نبغى نتعشى كذا. خذيت من عند تمرية، خذينا هذه، كانوا عاملين بوكس للحق العيد، حلويات شوكولاتات بلجيكية صراحة مرة لذيذة، أنصحكم فيها، حيل حيل لذيذة يا بنات فوق ما تتخيلون. بعد ما تقهوينا كلينا شوية مكسرات وفنجان شاي، كاسة شاي، قال أبو سارونا خلونا نروح للمول، الراشد مول، ندخل السينما هناك، وسارة تلعب بعض الألعاب، وبنفس الراشد مول نتعشى يعني من مرة، يصير غدا بعشاء لأن الوقت تأخر أصلا. قلنا خلص، لبست ولبست سارونا وطلعنا. هذا الفندق يا بنات من برا اللي هو دار الوسن. خلاص قضينا كذا وكنا متوجهين الحين للمول، على أساس إيش؟ على أساس نتفرج على فيلم وكمان نتعشى. بس مع الأسف يوم وصلنا للمول الحين تشوفون أمم يا بنات، عجزنا ننزل، زحمة زحمة زحمة، وأنا وأبو سارة من طبعنا ما نحب الزحمات، فقلنا خلاص خيرها بغيرها. هذا بيطلع، بس مشكلة أمة محمد موجة. هلو، الحين غيرنا وجهتنا، قلنا نبغى نروح متحف الراقدي نتفرج عليه. المتحف يا بنات جميل جميل جدا، حطوه بخرائط جوجل، اغلبها اشياء يبيعونها عن تراث ابها وعسير. هذا متحف، خذيت الماما من هناك سواره يا بنات تحكي تحكي، وكمان لي بوريكم اياها ان شاء الله بس اوصل الى سكاكا بتشوفونها، يعني اشياءها مره حلوه هذا كلام بصراحه ما هي غاليه.
كمان خليت يسارونه لبس عصيري وربط ربطه على الراس كذا. المهم عندهم اشياء بالمره جميله وحلوه. بس طلعنا خذينا من محل شاورما ليفا، قلت لأبو سارة خلاص اليوم أنا اللي عازمتكم، فاخترنا شاورما وخذينا بوكس. صراحة حلو، بس من المطاعم اللي أبغى أجربها مرة ثانية، بس حلو يعني ما هو سيء، يعني طعمه حلو لذيذ، بس مو شيء أبغى أكتشفه مرة ثانية. كذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى من كل قلبي تكونون استمتعتوا واستفدتوا. معليش لو الفلوق قصير، ما حبيت أطولوا عليكم لأن أغلبوا تراث، ما حبيتوا تملون. كذا أنا أقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في حفظ الله.